احنا عارفين يعني احنا عندنا انجازات في العاب مختلفه مش بس في رياضه ما. احنا هنا هنتكلم دلوقتي او تحديدا النهارده عن لعبه الكاراتيه وفريق الشابات الكاراتيه بالنادي الاهلي اللي حقق بطوله الدوري الممتاز كاتا من كام يوم. خلينا نرحب بيهم وبجد حاجه تشرف فعلا. هم سنهم صغير جدا، جانا محمد عبد الستار بطله الجمهوريه ولاعبه فريق الشابات تحت 17 سنه، ومريم محمد رشدي برضو بطله الجمهوريه ولاعبه فريق الشابات تحت 17 سنه. الف مبروك بقى. انا مش عايزاكم تبقوا يعني ده قناه النادي الاهلي كانكم قاعدين في النادي. احنا يعني موضوع بسيط جدا، احنا بس الفكره كلها بجد عايزين نتعرف عليكم اكتر، عايزين حتى الناس تعرفكم اكتر. احنا بنقعد نسمع عن ابطال وبيجيبوا لنا بطولات وميداليات، بس الجانب الشخصي عايزين نعرفه اكتر، الكواليس ورا قبل اي بطوله عايزين نعرفها. ابدا بيك يا جنى، احكي لنا كده شويه الاول عنك. هو انا كان بقالي فتره ما بكسبش، بس جيت بقى حطيتها في دماغي انا عايزه اكسب وعايزه اطلع تاني وان انا اكسب. انت اصلا بتلعبي وانت عندك كام سنه؟ اربع سنين بس. ما كنتيش بتكسبي بشكل يرضيكي في البطولات؟ لا، انا كنت بكسب لحد سن معين، بعد كده بدات بقى اللي هو انا ارجع تاني. اوكي. بس حطيتها في دماغي بقى انا عايزه اطلع وعايزه ابدا ان انا اكسب وادخل المنتخب وكده. بدات بقى من موسم 2019، طبعا كابتن علي ليه الفضل في كده، هو قعد معايا كتير عشان اوصل اللي انا فيه ده، وطبعا مامتي وبابايا هم اللي كان ليهم فضل برضه في مروحهم جاي وان هم يودوني التمارين ويرجعوني. كان طبعا تمارين كتير، فتنس فردي جماعي عشان نحقق اللي احنا فيه ده دلوقتي، وطبعا دكتور مراد ليه برضه فضل في كده. هو انا مش سامعاك يا جانا، علي صوتك شويه، الناس اكيد برضه مش هتسمع. علي صوتك شويه، انت بطله يعني يا جماعه. ودكتور مراد برضه ليه فضل في كده. كنا بنتمرن كتير عشان نوصل اللي احنا فيه. طبعا بدات احقق من 2019، كانت اول بطوله ليا في تركيا، بعد كده القاهره وجمهوريه بقى، وبدانا في الدوري وده ثالث دوري ليا. وانت اصلا بتدرسي طبعا ايه بقى؟ سنه؟ انا لا، انا ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي، اوكي. طيب خلينا نروح لك بقى يا مريم، وبرده عايزه الناس تعرف عنك اكتر، فكلمينا انت ابتديتي امتى، وبرده موضوع الفوز او المشوار كان عامل ازاي معاكي لغايه لما دلوقتي بنتكلم الدوري يعني. هو انا ما كنتش بكسب خالص لغايه 2020 كده يعني، ولا مره لغايه سنه 2020 وبعد كده فجاه نكسب الدوري. اوكي. هي طلعت معايا فجاه كده. كنت وانا صغيره كنت بكسب، بعد كده لما كبرت شويه الموضوع بدا يبقى صعب. اوكي، يعني حاجه شبهها كده. طب ليه؟ ايه الفكره؟ برضو احنا نروح للتفاصيل شويه. والله انا ما اعرفش يعني، لا كل مره بحاول اشد نفسي عشان اكسب وفي الاخر ما يحصلش نصيب، بس يعني ان شاء الله يحصل. هل الدراسه كانت جايه مثلا على حساب شويه التدريب او التمرينات؟ لا، مالهاش علاقه. يعني هو الموضوع كله بيبقى تنظيم وقت بس. الموضوع كله ايه؟ بيبقى تنظيم وقت يعني. أوكي. انا لو نظمت وقتي كويس هعرف اتمرن كويس وهعرف اذاكر كويس وكل يعني. بس ما كانش اصابات، ما كانش في مشاكل يعني؟ كنت بتواظبوا في التمرين، كنت بتروحوا، كنت بتعملوا الاقصى ما عندكم زي ما بيتقال، ولكن التوفيق ما كانش موجود. اوكي. التوفيق بيجي من عند ربنا. تمام. ماشي، سامعيني. كملي كملي يا مريم، انتوا ليه مخضوضين؟ لا بجد احنا قاعدين بندردش. اوكي، فما يعني ده مش انترفيو ودي مش كاميرا وده مش استوديو كده. اوكي، فخليني اعرف اكتر. يعني انا مثلا بدات من وانا عندي 3 سنين، كان سني صغير. 3 سنين. 3 سنين. وانا اللي خلاني احب الكاراتيه ان انا لقيت اختي بتلعبها بصراحه، فشبطت فيها وقعدت العبها. اوكي، يعني في العيله اوريدي في حد. تمام. بعد كده قلت لنفسي ان انا لا، انا عاوزه ابقى بطله زي الناس اللي انا بشوفها في التلفزيون، وابقى بطله عالم وزيهم وكده، فكل شويه بقعد اشد على نفسي. برافو. يعني حلو جدا. وبرده في المدرسه ثانيه ثانوي؟ لا، انا ثانويه عامه. ثانويه عامه. طب يعني النقطه بقى ايه؟ التحول. انا بقى ابتديت حطيت الفكره في مخي، انا عايز اخد بطولات، انا عايزه ابقى في ليفل تاني خالص، في دعم اكيد من الاسره، في دعم اكيد من المدربين، فانا خدت القرار. التيرنينج بوينت بقى دي اتحققت ازاي على الارض؟ هو انا كنت من 2014 لحد 2018 ما كانش بيحصل نصيب ان انا اكسب. رحت تركيا حققت، فخلاص انا دي كانت بدايه بالنسبه لي. فلما رجعت بقى حطيتها في دماغي، وكان طبعا في تحفيز من ماما وبابا وكابتن علي، وهو كان بيمرني ومعايا لحد ما وصلت اللي انا فيه ده دلوقتي. حلو
حلو جدا. وبرضه التيرنينج بوينت بتاعك يا مريم كان ايه يعني؟ هو انا بصراحه كنت ببدا اياس بس بلاقي المدربين كلهم انا مش سامعاكم والله العظيم والله العظيم مش سامعاكم. عارفه لو بتعذب عشان اسمعلي صوتك تيس شويه. هو انا كنت ببدا احط الفكره في دماغي قوي وبلاقي المدربين بيقعدوا يدعموني والاهل طبعا وكله، فبدات اشد على نفسي شويه وبدات ابدا اخد الثقه في نفسي اكتر فالموضوع بدا. برافو عليك. طيب نتكلم عن البطوله بقى شويه، استعداداتها وبعدين كان اصعب بقى يعني الكواليس واصعب الماتشات اللي لعبتوها ايه؟ هبدا بك. هو احنا كنا طبعا مش بنتجمع كتير بس جينا في اخر اسبوع انتظمنا، كنا بننزل كل يوم نتمرن وبنضغط على نفسنا، بنقعد نعمل كذا تشكيل عشان لما ندخل البطوله، ودخلنا طبعا كان يعني كان في توتر في الموضوع عشان بقالنا كتير كمان ما بندخلش بطولات وكده، بس يعني لعبنا كانت ماتش اسكندريه وكان ماتش الشمس برده والصيد، فهو الحمد لله ربنا كرمنا وبقينا حلو جدا. والماتشات كانت ايه برده يعني وانتوا بتلعبوا؟ هل كان في فريق معين كان قوي قوي كنتوا قلقانين منه كنتوا حاسين ان ما كانش فيه؟ لا ده حلو الكلام ده، يعني احنا داخلين واثقين ان احنا ما فيش فريق تاني او نادي تاني اصلا يقدر ان هو ينافسنا بنفس المستوى. هل احنا فعلا في النادي الاهلي متميزين في الرياضه دي بشكل كبير يعني عن اي منافس تاني؟ طب هل بتفكروا بعد كده بعد ما تتخرجوا مثلا ان انا عايز احترف في الخارج ولا لا؟ برضو الفكره دي برضو عندكم لو جت فرصه؟ بس دلوقتي لسه الموضوع مش باين قوي. يعني لسه. طيب خليني اروح معاكم، لان اي رياضي بيبقى ليه دايما في اللعبه بتاعته مثل اعلى، بيتابع العالم. مفروض انا لو عايز ابقى شخص يعني اخد نفسي في مستوى عالمي لازم اتابع الخارج بيحصل فيه ايه. هل ده انتوا بتعملوه؟ هل ليكي مثل اعلى في الرياضه دي؟ خليني اعرف. ليا جينا فاروق وسارة عصر. طبعا لسه كنت هسالكم بس ده كان بعد كده. احساسكم كان ايه بقى لما جيانا فازت وشرفتنا كلنا؟ يعني اتكلمت معاك وبعد ما رجعت قعدتوا معاها؟ لا هو ده ما حصلش، بس هو بصراحه لما شفتها يعني انا اتحفزت اكتر وفرصتي في الكاراتيه هتبقى زايده وان انا هكمل فيه لحد ما ابقى زيها ان شاء الله. وانت برضو يا مريم كانت جيانا بالنسبه لك حاجه فارقه الى حد كبير، كانت بتتكلم بنت وبنت النادي الاهلي صح؟ طب ايه اللي جاي بقى الاستعدادات اللي انتوا هتعملوها؟ خلاص الدوري احنا الحمد لله حصلنا عليه وبشكل مشرف جدا، بعد كده ايه بقى الاستعدادات ليه؟ اي خطوه جايه؟ احنا عندنا موسم القاهره والجمهوريه، بقالي كتير ما بتمرنش بس انا حاطه في دماغي ان انا عايزه ادخل اكسب ان شاء الله وادخل المنتخب، وتبقى برده بدايه ليا ان انا اكمل واطلع بره والعب بطولات بقى وكده وابقى زي جين. لا ما تقوليليش زيها، هنقفل الحلقه بقى. خلاص اشكركم. عايز اسمع بجد الناس، يعني انا حابه بجد جمهور النادي الاهلي يسمع منكم اكتر اللي جواكي، فاحكي لي اللي جوايا. يعني ان شاء الله ربنا يكرمني السنه دي في القاهره والجمهوريه وان شاء الله يعني هحقق فيها يعني. طيب انا داخله كده عايز احقق بصراحه. حلو جدا. طب احنا بعد ما نخلص ثانويه عامه وبعد المدرسه حابين ان انتوا تدرسوا اكتر يعني او تشتغلوا في المجال الرياضي، تدربوا بعد كده قدام، تاخدوا كورسات ولا بجد؟ طب ايه بقى يعني؟ انا بدات من دلوقتي بنزل في النادي مع كابتن كده، بعمل تريننج معاه الصغيرين. ما اخلص ثانويه عامه ان شاء الله وادخل بعمل تريننج وانزل مرن اساسي بقى في النادي. اوكي يعني مش عايز بقى تخش جامعه عمليه او اللي هي الكليات؟ طبعا ده في دماغي بس يعني بركز في الكاراتيه اكتر. حلو. وانا بصراحه بركز في الدراسه اكتر يعني عشان عايزه اخد منحه فبركز فيها اكتر. عايزه منحه وتدرسي ايه؟ بيزنس يعني ان شاء الله. بيزنس. اوكي. والرياضه تبقى بجانب الشغل يعني؟ بس مش عايزه تخصصي في الرياضه تحديدا او هذا المجال يعني؟ لا. اوكي. مشروع برضه مالك الموضوع على فكره عادي. طيب حياه الرياضي برضه او مش بس الرياضي العادي اللي هو بيروح وبيشارك وبيجيب ميداليات وبيكسب بطولات دايما بتبقى مختلفه، فخليني برضو اعرف منكم يعني الدراسه حاجه بس انتوا اليوم بتاعكم بيبقى ماشي ازاي؟ هل ده بيجي على حساب الحياه عامه؟ مش قوي بصراحه بس يعني وانا بحاول انظم. شكلك بتخرجي عادي وتروحي الاجازات. ساعات والله صح؟ في الاجازه لكن لا في الدراسه ببقى اخلص المدرسه اطلع على الدرس وبعد كده التمرين
واحاول انظم الوقت بتاع المذاكره عشان برضو ابقى متفوقه هنا ومتفوقه هنا. ومريم انا يعني ما كان السؤال معلش مريم تعبت النهارده من لا يعني مش ما فيش حاجه عايزه تضيفيها؟ لا نسيت السؤال اصلا صدقني انا نسيت السؤال احنا كنا بنسال ايه يا على تنظيم الوقت تنظيم الوقت اتفضلي يا مريم يعني حياتك عامه السيستم بتاعك في اليوم انت يعني انا مثلا استضفت كتير ابطال عندنا هنا بيتكلموا ان حياتهم مثلا الشخصيه مش موجوده الاجتماعيه مش موجوده يا دوب بيبقى ما بين الدراسه والتدريب لان التدريب بياخد كل الوقت في ناس بتمرن من 5 الصبح هل انتوا حياتكم برضو بهذا الضغط ولا لا في ثانويه عامه بصراحه يعني مثلا بحاول اركز في المذاكره عشان اجيب مجموعه وكده وفي نفس الوقت ببقى عاوزه اكثف تمارين عشان عاوز احسن من مستواي يعني احسن وكده حلو جدا على كل حال انا يعني يعني مش هقول بس فرحانه هقول فخوره بيكوا لان في تشالنج في الموضوع قصه ان انا وصغيره بكسب وبعدين قعدت فتره ما بكسبش وبعدين عندي تشالنج مع نفسي انا عايز احقق حاجه افضل عايز احط نفسي في حته تانية خالص وحققته فبجد ده شيء مشرف جدا بالتوفيق ليكوا بقى في البطولات اللي جايه ونستضيفكوا تاني هنا بس تبقوا محققين كذا كمان بطوله باذن الله بالتوفيق ليكوا شكرا يا جانا وشكرا ليك يا ماري فاصل سريع هنكمل مع حضراتكم فقراتنا بعد الفاصل